وشنو اللي يخلي خبر اغتيال تيك توكر يجيب تفاعل أكثر من خبر اغتيال طبيب؟ وبكل بساطة لأن الشخص الناشر إذا حب ينشر أنه يكتب فلان طبيب اليوم تم قتله، وهذا الطبيب حصل على فلان شهادة وكذا وكذا. بالعادة هذا الشخص الطبيب اللي تم اغتياله هو يحمل شهادات وفايد المجتمع ومقدم خدمات وعنده مستوى ثقافي وعلمي أكثر من الشخص الناشر نفسه. فالشخص الناشر هنا راح يضيف، لا راح يقدر يكتب رأيه، لا راح يقدر يطلع الأشياء اللي بداخله، فإذا الخبر ممل ما راح ينشره. بينما بكل بساطة لما يكون الموضوع عن تيك توكر فلا، هنا راح تبدأ التنظيرات وتبدأ المباريات الأخلاقية لإثبات من هو الأشرف والأحسن والأفضل، ومن هو المحتوى هابط ومن هو المحتوى راقي. ومو بالضرورة يكون الخبر طبيب وتيك توكر، هو لمجرد أن يكون المعادلة بها رجل وامرأة. بالعادة التنظير والاستشراف على النساء أسهل بهواية من أن يكون على الرجال، وبدليل هواية أطفال تم الاعتداء عليهم والتحرش بهم وقتلهم وتعنيفهم، سواء من آبائهم أو حتى من منتسبي الداخلية المفروض هم موجودين للحماية. لكن مع ذلك الأغلب ما يتذكرون الأسامي والوجوه، بس الأغلب نفسهم يتذكرون الأم اللي ذبت أطفالها من على جسر الجادرية.